أحسنت ثابر، إلى الأمام. يقولوا صباح الخير. يا الله على هالنهار اللي مبلش من أوله. أنت ما شفت حالك كيف فايت انطاحشت وجاي تفتح جبهة؟ تماماً تماماً، أنا فايت حارب. بس يا حزرك ليش ما سألتني؟ لأنه بتكون حابب بنت جامعة على أساس مثقفة وفيها ريحة فهم، فجأة شو بتقلك بعد ما يكون ملتعن سلاف سلافك تشقيع هون وهون؟ بتقلك أنت ما حاربت مشاني. يعني انطاحشي على السيرفيس الصبح ما أنا حرب؟ تأمين شهادتك الجامعية ما أنا حرب؟ أنك تأمن جرة غاز من عز دين الضو ما أنا حرب؟ لك حتى ربطة الخبز إذا بدك تدبرها رح تساوي عليها ألف حرب. وآخر شي بكل دم بارد شو بتقلك؟ أنت لازم تحارب كرمالي، يعني مطبوع على سند الإقامة تبعك بالجغرافيا الخلابة إنه تقضي كل حياتك ميداني من حرب لحرب. شو بها زينة؟ بدي ياني روح تقدم له. هلا كلها العصبية مشان هيك، روح تزوجها. ليك هذا التاني، شكلك أنت ما عم تعرف شو عم بيصير بالبلد. حبيبي، الأب عم يزوج بنته لحدا ساكن برات البلد بيكون ما عنده بيت، بيقول له أوكي ما في مشكلة تزوجها. ليش؟ لأن الحكومة الغربية ما بتترك حدا ساكن بالشارع. بينما إذا إجا حدا وتقدم له من جوات البلد بيقول لك ما بتدق الباب قبل ما تشتري بيت، لأنه تأمين السكن ببلاد الغربة أسهل بمليون مرة من تأمين السكن ببلادك الحبيبة. لك أقسم بالله في حدا لعبان بالإعدادات، صار البلد محسوب علينا غربة وبرا البلد وطن. أخي أنا بدي أفطر، بدك تركني أفطر على رواق ولا بدك ضلك ضارب بوز لفوت على غرفتي أكل؟ ما بعرف، هيك في سؤال محيرني وبدي أسألك إياه. هات. نحن صار فينا هيك لأنه كنا هيك، ولا صرنا هيك لأنه صار فينا هيك؟ كنت تسألني هيك سؤال قبل سيجارة الحشيش مو بعدنا. يعني نحن أندال لهيك خرب البلد فوق روسنا، ولا بعد ما خرب البلد صرنا أندال؟ والله هذا اللغز بيشبه لغز مين إجا بالأول، الجاجة ولا البيضة؟ الشغل وين هالمليون أبو مريم؟ هلا أنا جايب لك إياهم لتبيضهم ولا تكتر حكي؟ تكون سافقنا منية يا غزال.